السلام عليكم ليكيب، شو هتكونوا بخير وانا خير. جولة جديدة في عنابة. اليوم بدينا نصوروا عادينا درك على كراج اسطنبولي اللي هو دورة جي تي فور. نروح عمال عمل لكم مرة ونيدينا نكتبوا ان شاء الله. والله شوف ولما تدخل الى اربقه العداله يعني اكثر من 50% راح يكون مقالها طلاق اكثر من 50%. باسكو ما ندخلوش حنا في النطاق هذا ديال العداله، احنا نهضروا الامور الاجتماعيه. اصلا يعني في الناحيه يعني تاع الزواج، هذيك الضروره للزواج الشروط غير موجوده. الانسان هذاك راح يخطب المراه ولا المراه يعني تخبر مالها باللي جاي يخطبها. حضرت انا بعض المناسبات لا يطبق شروط دين الاسلام، لا تطبق. يهتمون اكثر باللصال والعرس وبالمظاهر وحده وينسونا حتى في الخطبه. الامام، انا حضرت خطبه امام قاعد يدير في المواعظات هما في الخطبه مش مركزين خلاص. توصل يعني توصل اسمها سيتي لو غران بير تاع لو غران بير تاع المرأة صحتهم. قلهم لا تحترمون باسكو هو من تاع بكري، من جماعة تاع بكري تولاه باللي ما كانش اهتمام. قاعد يهضر الموعظة هذه. حنا ابتعادنا وتقربنا من الثقافة الغربية التي ما عندها حتى فائدة والو. كلش مظاهر، كلش أفلام، كلش أفلام. أول حاجة هو الابتعاد عن الدين والشريعة الإسلامية وما يعني منذ البداية الأساس غلط. خلاص لا فونداسيون اللي فاس هذه الأولى. ثاني حاجة يعني مع كل احتراماتي لبعض الناس سواء مرأة ولا رجل، انتشرت واحدة الظاهرة نفسية اسمها النرجسية. النرجسية هذه الناس تقول لي واش النرجسية، هو درجة أنا كبيرة ياسر، أنا من وراء الطوفان. أكثرية عند رجل أكثر من المرأة. تم الدعوة دي في عائلة محترمة والأب تاع المرأة هذه اسمها باباها سيلان دي نوطابل تاع مدينة عنابة وربي يرحمها. هي مستوى تاعها الدراسي دوسانتا في الطب، وهو سان بروفيسور دو شيروجي زوج تاعها. كي جلست معاه وشفت معاه وشفته يتكلم، درجة النرجسية تاعو خارقة للعادة. جاء عمها سما جيت انا وجا عمها ايبا، قال له عمها، قال له هضرنا في الامانة تاعنا هذه، قال له انا نصرف معاها كيما نحب اش باش تروح لدار. شوف هذيك ردة الفعل معاملة انا الحق ما عجبنيش هذه في الظاهر. فما بالك يعني فما بالك الباطن داخل فما بالك الباطن. وانا باباها يعني نعرفه مليح، يعني شخصية يلا ما شاء الله مرموقة ويعني نعتبره مجاهد ما شاء الله، باسكو خرج في 32 دونك. صراحة تدخلت بطريقة سلسة، أنا جاب الحوار، هو سي بروفيسور شيرجي وشغل سي ان كادر فمش من عنابة، هو يبقى دو عنابة يعني ما نسميش لافيل باسكو الناس تاع المدينة تاعو مش كيفهم خلاص. ما الله يبارك ما شاء الله. اعتذر على المصطلح اللي احنا نستعمله هذا واستغفر الله قبل ما قلت له سيدي المحترم نحن نسقسيك سؤال، كيف تريدنا ان نتعامل معك؟ هل نتعامل معك كانك انت من الناس تاع بسم الله الرحمن الرحيم ولا بسم المال الرحمن الرحيم؟ قلت له لا. هو كان مات يعني في الحوار اللي طرو دراهم طب هاي ديونتولوجي طرو دراهم يهضر غير بالدراهم الماديات ويزيد قلل من احترام زوجته اللي هي بنت عنابه من عائله باباها سامح مطاب ربي يرحمه ويعني لاباس عليها معناك وشي هو نديو الامثله من الواقع حتى يفهمنا يعطيك الصحه. مش الحال انا كي تكلمها بالطريقه كيما قلت انت الظاهر يهضر كيما هكا فما بالك الباطن. صح انا حبش ندخل في باسكو مشني من عائله، انا صديق العائله وسمى باباها لكن حزه في قلبي. لا ما نحبش الظلم انا وخاصه يتيمه وطبيبه والله يبارك ما شاء الله يعني يشكروا فيها في القطاع تاعها. كي قال لي شنو الهضره؟ قلت له لا هضره. قلت له انت من اللي قعدت وانا نهضر وانت ترغي على المال، ما هضرتيش على ديونتولوجي، قلت له في الطب سيختو الطب. يا با ديومانيتي في الهضره تاعك.
قلت له من فضلك كيف تحبوا نتعامل معك كانسان تاجر ولا كطبيب؟ فهم روحك. عادي قلت له بسم الله الرحمن الرحيم ولا بسم الله الرحمن الرحيم؟ سما كنت شويه سلس خاطر شفت المستوى الدراسي تاعو. قال يعني ما بين قوسين سما الاسره يعني شروط تاسيس اسره وشروط تاسيس عائله يحدد منذ البدايه ووفقا ربي سخرنا كلش في القران الكريم. اما القران الكريم يعني جو سيت لان دي كرون سافون متغرب هو وقالوها قبله يعني العلماء تاعنا احنا المسلمين قال لهم القران الكريم هو سي اون كونستيتيوشن كوسمولوجيك يعني دستور كوني في اي حاجه تلقي اي قرانيه تتكلم على المجال هذا. دونك احنا يعني ملخص الكلام انه ابتعادنا على شروط الشريعه الاسلاميه التي حددت كيف نكون اسره يعني اهل الشريعه الاسلاميه يعرفوها اكثر منا. ابتعادنا وابتعاد مش مقرب ابتعاد شاسع كبير جدا. شوفي برك اندونيسيا قبل ما يعقدوا في البلديه لازم يديروا تكوين كيف نتعامل مع زوجتي كيف نتعامل مع النساء كيف نتعامل وكم يجيبش الشهادة هذيك لا يتم العقد ما كانش حاجة رسمية. دونك حنا الإشكال حتى أنا قلت لك خطبة الإمام قاعد يدلهم في موعدة ينصح مش لا تنبي خاص لا تنبي في الانترنت فيسبوك وتكتب ومن الصغائر تعرف الكبائر. نعم من هذا الأمر يعني راه صغير يترجم لك مصير هذا فما بالك. دونك الإشكال هذه دوكا يعني لا فونداسيون تم يعني الزوج وعندهم دراهم. دونك الاشكال هنا يعني اشكال العلاقه الزوجيه من اهم العلاقه الزوجيه دونك كاين مشاكل كاين يعني زوجين غير ما يتفهموش فو با الزوج والزوجه يبينوا هذا عندهم مشكله يحلوها بالضبط تحطها عند اختها ولا يحطوها عند خوه ولا حاجه هما مش يقولوا يتعمدون عن جهل ولا الله اعلم يتكلموا في مشاكل قدام الاطفال. خصوصيات العائله الكبيره ربما تكون مشاكل ما بين العائله الصغيره والعائله الكبيره. نعم. حتى الطفل هذاك ربما يخليه يحقد على بعض افراد العائله الكبيره يعني. يجب ان يعلم الانسان ان الطفل الصغير قبل سن المراهقه ذكاء العاطفي تاعو راهو خارق للعاده، يستوعب حوايج ما يستوعبهاش الانسان الكافي. يعني انسان بعد لطيف دونك تتكلمي انت المراه تتكلم مع زوجها ولا زوج تحكي مع مشاكل سواء تحكم ولا تاع العائله ولا اجتماعيه الطفل ده سوف يتعب لانه صفحه بيضاء صفحه بيضاء ويعني تلقى انا لسامة بركه وفاه خالتي الله يرحمها رحت نجيب في بنتي ولد اختي قاعد معايا شيخ اسمها من عائله تكلمنا بطريقه سلسه لبال الاطفال يسمعوا باللي فهموا باللي كاينه جنازه ولابري ميدي هذيك اللي تلقاو فيها السلوك تاعهم تبدا خلاص باسكو اثروا بال وفهموا فهموا كاينه حاجه خاطر سقساني قال لي وين هي ماما قلت له ماما تاعك تسمى دار جدتي الله يرحمها فهم بلي كاينه حاجه شكرا تسمى امه ما ديبلاسيش بدون يعني مبرر دونك الحفاظ على الاخلاق في الاسره يجب ان نتقرب من القران الكريم بحديث شريف معناش حل واحد اخر واستشاره اهل الاختصاص مهما كان المجال خاطر توصفي الانسان يحكم وحده ولا يوصف وحده ما فيهاش يعني ليس من الحكم. انا والله انا كنت صغير نسال نفسي سؤال كيف قدروا يعيشوا مالينا احنا دوك اللي بالقرايه يعني ما قراوش كانوا واعيين وش هي حافظوا على الاسره حافظوا على العائله اي با جي كومبري باللي خاطر بكري كانت المدرسه القرانيه المدرسه القرانيه اللي هي التي حافظت على توازن الاسره يعني هذيك الحكمه اللي عطوها الشيوخ كانوا يوصيهم ينصحوهم ويتبعوهم الاولياء هاو قاري هاو يعني دبلوم يونيفرسيتار ولا يعني حاجه ربما الدبلوم ليست له علاقه يعني بوعي هذا الزوج ولا هذا الزوج في الحفاظ يعني باش نكون باش يفهم المواطن الجزائري الدبلوم يمكن الحكمه تعتمد عند الله عز وجل والحكمه تعتمد على سلوك الانسان اذا يعني اشتهر تربيته اصله تربيته خطر الاسره تعتبر المدرسه الاولى أو يقولوها بكري يقول لك علم الصغير كأنك تنقش في الحجر بصح تعلم الكبير كأنك تكتب في الماء وهذه يسمى أنا عايشينها
صغير صغير هو يعني اهم نقطه نقولوش نقطه نقولوا اهم عامل في الاسره. لما حتى كاين اشتباك ما بين الزوجين ولا بين العائله الكبار ولا حاجه لا يجب نعم لازم الانسان الكهل يعني البالغ الادولت يعمل مجهوده لكي لا يتاثر يكون هناك لا قدر الله شجار او مشاحنات تكون بعيده على مرأة ومسمع الابناء وخاصه الابناء باسكو حنا نكونوا في جيل ومادام حنا يعني نزيد نكررها يعني في العلاقات الاسريه والعلاقات الاجتماعيه الاسره هي عامل اساسي في العلاقات الاجتماعيه ما دام ابتعدنا على الضوابط والشروط يعني عوامل الشريعه الاسلاميه لم نتمكن من ايجاد الحلول. دائما نرجعوا للمختصين في مجال الدين، يعني هذا الزوجين لما تبقى مشكل يروحوا لاهل الاختصاص، يروحوا الامام يبدل لهم النصيحه. شوف يعني نهضروا الواقع والحق. اول حاجه يديروها قبل ما يروح الامام يقول لك الرقي. عنده دور في حالات معينة بعد استشارة الإمام أي حاجة تصرى أروح المرقي. لا المرقي أو مجال اختصاص مجال اختصاص كي يشغل في الإنسان المريض. إحنا الإشكال واش هو المرأة تشكي لصاحبتها والأختها والراجل يشكي لخوه ولا صحيح. هناك الإمام، هناك الطبيب النفسي. هناك العائلة يعني الكبار العائلة كل مشكل عنده المختصين عنده مؤهلين تاعو. الأسرة المشكلة دخل الناس كل إذا ما لقيتش في الكبار روح لأهل العلم أهل الاختصاص. دور حكاية تكون دور باهر. يروحوا لا موفيز بيرسون يزيد يعني يزيد على تزيد من مشكلة وطن بلد. أنا شخصيا عندي صديق طلق بدون مبرر. قلقته زوجته طلبت طلاق. جاني اتصل بيا سي مو قبل لو ديفورس كي حكي لي الموضوع قلت له راك غلط دركا اكشوالمون راهو نات ريغريت امير لانه ما رجعش للعائله الكبيره ما استشارش اول حاجه كلمت حتى الاستخاره استاذ بيان سور اهم حاجه صلاه الاستخاره قرارات مصير هاو الشريعه الاسلاميه تحث على الاستخاره مهما كان اي قرار اي قرار حنا الاشكال قلت لك سيدتي بعاد على الدين خلاص كومبليتمون هذيك وصلنا الى هذه المصطلح اللي نستعملوا هذا مصطلح علمي يعرفوه الناس المؤهلين في اختصاص في المجتمع وفي الشريعه الاسلاميه اسمه فتنه الدهيماء. فتنه الدهيماء وش هو؟ يقول لك اصبح الظالم ضحيه والمظلوم ظالم. هذه المعنى تاعها الدهيماء هذه يعني توقع مشكله اي مشكله اي ازمه اي معضله ولا يدري الانسان من اين اتت. ما عندهاش من اين اتت وهذه نرجع ما عندهاش اسباب يعني مقنعه هذه المشكله ترجع للظروف النفسيه الانسان. اللي قلت لك دركا هما اكثرهم يعني كاين نساء نرجسيين كاين رجال نرجسيين. يعني نتحدثوا عن النرجسيه، النرجسيه الصفه اللي تكون في الزوج ولا الزوجه واغلبيه الرجال اللي قد تساهم في يعني تشتت هذه العائله لانه الطرف الاخر ما يقدرش يتقبل هذه الصفه اللي في الطرف الاخر، الزوجه ما تقدرش تتقبل هذه الصفه لانها راح تكون حياتها بين قوسين ضنكة بسبب تصرفات هذا الزوج. اصلا النرجسي مغرور، اصلا النرجسي عنده جمل عظمه، اصلا النرجسي عنده درجه عاليه من الاناء. ويحط روحه دائما هو الضحية في أي مشكلة مش ما ينجمش يكون يحط روحه الضحية باسكو مغرور يحط روحه ديما عنده الحق مش الضحية. السلام عليكم ورحمة الله. ديما أنا عندي الحق ميم غلطة يقول لك عندي الحق كي تعطيه في يعني تدير الحجة والدليل باللي هو مكروب ما يواجهش جبان هو جبان بطبيعته جبان لا يواجه هنا يفضل التلاعب ولا ما نكونش صدقني ولا طلبي تاعك ديما نحطها ساعة ساعة تولى عندك الرجل إذا كان الإنسان مو من حقه يهرب
لا كوميسار جديد والوالي جديد. الوالي هذا مطير حاجة يدور ومنها وعصبح ربي يخرج إن شاء الله برك يخدموا. ما قلناش ما يخدموش، يخدموا على أرواحهم. دوك يعود كاين الكونترول ولا يخاف متخدم كل واحد يعرف بلاصتو. يكتب الهاملة، يكتب الهاملة وين تروح هاملة كارطة والورقة اللي مدهات قسموا بلا ما خسرت معي مو يدارك ليك ودية عطل صوتي بشي صح ودية انت وش ندير بها خليت هذا دارت لي كارطة واحكي منها الحال مانيش حاج قلت لي بوم مانيش حاج رزق باباه قلت لها تعمل ما بالعقل مع الناس وش بيكتب دي روحك رخصتها رايح جاي في تاكسيات انا جري في انا شكون هو قال لي يا خويا المره الجايه كي تجي اروح لي ليا انا اروح والله العادي تجي كنت حدها فتني حكمه الورقه قالت لي ما مش ندير به تخدمي خي تخدمي خالصه ولا قلت تخدمي بلاش انت تروح لاميري كيف كيف تروح ان شاء الله يوقفونا من عندي انا لا والله قد يصير هذا يا ولدي شوف فيها انا قاعد يسرق البيدور ومنه ثم هذا واش نازلنا والله دار تاع البون هذيك وسيد درك تمشي ديك البون هذاك ربع سوايع ولا خمس سوايع ربع سوايع اللي يخدموهم الصباح يخدموا ساعتين وثلاثه هاو يحكيو هاو راح دكا راح دكا التليفون ما يهمش راك شوف شوف غادي تولي هنا ان شاء الله ان شاء الله شيري كيو كيو كم تقريتها وجات كانت 35 مليون ولا 200 مليون ضربة موتور يا تقلق الموتور بوليس عقابك بومضية عقابك ناس كل الجزائر كان ناس جيري وراها كهرها تخاف تخرج بها يا تخاف من البوليس ما بينكش وقتها تطرش قاعد يقول فخ يتربى في المدرسه ويتربى حتى في المجال المهني او حتى يطيح الشوق ما تفكر واحد خفيف يعني يقول موطو ومن بعد راح يطيح راح يطيح السوق يطيح وزوز انواع ولا ثلاثه راح يطيح كي دخلت الطوموبيل جديده ب 200 مليون يطيح يطيح هو هبات طنوبيلات العبد يدور برك يطيح في حاجه ملاح يكون مش مزروب واحد شاف واحد زوج سواق ثلاث سواق هكاك يطيح يريب خلاص مش مزروب واحد يزوق الزيون تحت فيها مالها سوبر ماركتين عقيلات ولا عزمنا صح 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 تقبر ملاح صح صح اي يا اخويا ثقافة الثقافة فالعربة
كان كبر باسكو هنا احنا لازم نقولوا الحاجه بارفوا انا تكتبين في طبقنا نقولوا ساعات تبين ان احنا كنا قناه باسكو هو مقدرش يتفاعل على المشكله هذه الام تقول بنتها ولا الام تقول ولده معليش بركة عقب لها ولا روح تقول لها ارض خير ما تجيش نو سي با كوم سا مش حل مش حل درك لازم هو لازم هي تخليه يحترم شخصيتها ومكانتها وهي ماشي تحترم ويكون الاحترام هو الاختصاص كاينه ناس يعني تبحث في الانترنت تحط مثلا تشرش انسان في الانترنت تشيك الناس كل حاطه لي سورتو في الفيسبوك تجارب تحميل تجارب تحميل تتوضا سواء زوجه ولا راجل تتوضا ركعت الناس صلاه في السيف ربي تكيفش صلاه انا شخصيا موقف وانا جان موقف بصعيب ياسر ما لقيت بها وين ما لقيت حتى ما لقيت عمري توضيت صليت ركعتين لا قلت يا ربي وجهني ما لقيت بها وين والله العلي العظيم ثلاث ايام ابريا سبحان الله ربي يوجهك في صلاه الاستخاره الناس باسكو ما تعرفش قيمه صلاه الاستخاره تستشيري الله سبحانه وتعالى اللي هو وخاصه في قيام الليل في اوقات معينه في اوقات معينه شويه قبل الفجر هذيك تنوضي تصلي لربي وتستخيريه يعني تقول يا ربي وجهك مثلا تصرى لك من بون نوفال تخرجك من هذيك هذاك المشكل اللي كنت فيه صديقك في ربي سخر باسكو حكمه ربي ما ينجموش الناس يستوعبوها صح ان شاء الله عليك نشكرك استاذ عبد الستار ونعود على هذا
الحالات؟ ما هي فكرة السعودية سيدة في الطارئين مش كبير معنا بس معش عشان الحنجة شكلية أخرى بس كان يعني خاض عالي أزمة زوجية يعني لا بد عندها عيالي حصل وعرفتني باللي اللي كنت تقرا معايا كنت حبيت نسيت تفضل ما حبيت في المدار كنت تحكي لي مشكلة تحكي بون انا كي حكيت الموضوع تاعها شخصت الشخصية تاعها شخصت الشخصية تاع الزوج تاعها توجور كنت توجور مجلسية مجلسية وكي هي طلعت في القراءة باسكو هي طلعت في القراءة مجلسية إظهار من الزوجة شافني سيرتو لكن هي لا دو تروا بروموسيون Au bout de 10 ans, où il n'a qu'une seule promotion, pour qu'il y ait C'est bon, ça coule là. حتى في الدار نفس المعامل يدرك زوجها نرجسي والنرجسي يظهر من الإنسان ينجح ومنجحش الحلول والنور كي عملتها تشغل تحها المعين فيها كيف تتصرف السلوكين في المزاج يعني وشيرتها مش حاضي على الأسرة ديالك نتو لاس بافير متواضع كي تتكلم مع زوجك قلت لي رأيك ما تقولوش ديالك نقصي شيء كما يقولوا هنا بالعامية طيحي شوية كاع أنا هضرت معها بال قلتها بالعامية كاع قلتها طيحي شوية كاع قلت لي من اللي جبتها زوجك ومش موظف عندك علاه ما نقدرش هو نرجسي قلت كيخي جبان ربما هو يتفهم انه تعرف شخصية هو تعرف شخصية هو ملي تلقى تروفوا تبدل كومبلي وشحال دامو لي نرجسي كاين من بعد لها حتى في صحاب وهي المدام تاعي مسؤول وهي ما تجيش سمحنا احنا لعنا ما عندنا حرمه هذيك ما نلعبوش لعبه ما نلعبوش هو يتفاخر ويفتخر بال هي كمرأة صح تتقبل رون سيرفيس ا سون ماري بصح في نفس الوقت يعني دخل المنزل ما يحبش تكون ناجحه ما يحبش تكون يعني بيناتهم يحب يظهر منها ما يحبش تكون ناجحه وفي الظاهر يعني يفتخر بها توصل انه كما يقولون تما ضرب كي جا الوالد تاعها خوتها او تغير لا بنت فمي لا بنت فمي يعني خاف تبدا هي راح تدار عليها دونك الحل عندي كيف انها تلقط في الجزائر وعندها ما شاء الله امكانيات قلتها وافر من كوتش مرافقه شخصيه اقدر اتبع فيها دركا باسكو انا نصحتها تما قوم بعمليه التوجيه والارشاد ما نجمش نكون بعيده ياسر بها 600 كيلومتر ما نجمش تصل بيا امها ساعات ما نجمش كي تكونتاكتيني هي تصل بيا امها وساعات امها مشيت الموند دو كونسي كيفاه نتصرف معاه قلت لها المعامله معاه تعتمد على سلوكك انك وش هي تتظاهرين بالضعف امام يعني تتواضعي تتقمصين الدور تواضع مش ضعيف انت القوه عملت واحد يتظاهر بالضعف القوه وذكاء صح التظاهر بالضعف ذكاء حاده ويلا يبارك يعني قلت لي علمني وانت شوفي حندير وسيط بيني بينك امك
الام تاعها نتكلم معاها كيف دير وهي توجه فيها امها هضرت معها كلمات يعني اسمها مرا كبيره وتعرف وسيت ماسين كادر الله يبارك كادر معها قالت لي دوك ندبر راسي وهذا كل حل التظاهر بالضعف اللي هي قوه دركا هذا لانه زوجها مجلس كحاله من الواقع يعني ما بين قوسين سي اون انتيليجونس اون انتيليجونس دو فير كوا كوني فابل بدي كوني كاباب دو مانيبيلي النارسيسيك اذا استطعنا بالذكاء والحنكه هذيك تظاهرنا بالضعف هو تواضع متقمص يقدر الذكي يقدر يتظاهر بالرضا زين نعطيك يعني سر قليل يديرها الذي يتظاهر بالضعف وتظاهر بالغباء الا الانسان يتميز بالذكاء الحاد ولا المنتقد سينو ما تمش ديرها درك روح الكونتر بارتي باسكو ما نشوفوش نهضرو غير على المراه الراجل كي تحكي المراه النرجسيه المراه النرجسيه متلاعبه ومخادعه من الطيازه الاخرى عرفوا المجتمع بيسير الانسان الذكي يعني الذهيه يمكنه التظاهر بالغباء وبالضعف باسكو تعتبر استراتيجيه من الحكمه سي با باساج باسكو هذا هو من اتاه الحكمه فقد اتاه خير كثير اعلى درجات الذكاء واعلى درجات الدهاء هو الحكمه الرسول صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص يعني من جهة العرب عمر بن الخطاب خير من الوليد عندهم الحكمه هذه خلدت البصمه تاعهم تاريخيا تاريخيا كثير الموهبه الحكمه الانسان الذي يتظاهر بالغباء ويتظاهر بالضعف قوي الشخصيه هيبه وذكاء حد الذكاء شوف نقدمها للمراه ونقدمها حتى بابا شوف اذا في المراه نرجسيه لأن النرجسي في الله جبان ومتلاعب باش تعجبها كيقولوا هنا بالعاميه خليه يلعب في صدوح حتى اللي مرتي قلت انت خاطي سما خليه يلعب انت كفيق بها اصلا يجي نهار وفيق بروحه بلي تفيق بها خاطر انت تظهر بالضعف وتظهر بالغابه انت اللي تضرب بالشروط اللعب تاعو وانت تحط شروط الزواج لم تطبق منذ البداية غلطان خاصة إذا كان عندهم أبناء نحن نهضوا على الواقع الناس فاهم تلك لازم تظهر تسبهوا مع المشوار سابقون الصالح مشوا مدهم قادر يكون مشوا مدهم نركع لكان المرأة دي اللي تحت الزوجة النرجسية إذا راجع تحت النرجسية يرجع الأصول تحت يعني باباها وامها اخوالها عمومها جدودها لكن عندهم ولاد اصول كاينه كما نقولوا فجوه الاشكال وين غادي كان الانسان هذا النرجسي اصوله يعني سيريتال يعني هنا تعتمد على الانسان يسال المرأة سؤال مطروح رغم ان انت خط ضغط كيف يتم اختياره خطر المكتب حتى هذيك هو حتى اهل الشريعه ياخذوا الفصاله خير مني انا ما نكونش يعني انا لست مؤهل في العلوم الشرعيه تاع تقول المكتوبه دي مكتوبه عندها في الفقه عندها مجالها لا اتطرق اليها يدرك انا لا ماجوريتي دي بيرسون كو سوا راجل ولا امراه يجي يستشير في العلاقات الزوجيه نديهم كلهم عندهم فصاله استخاره سيدي مع انهم فصاله استخاره لا ماجوريتي انا عضو في عائلتي احد اقربائي لم تستخر راحت ما يستخدمش ربي ما قلتك ابتعدنا عن الدين هضرت ابتعد عن الدين احنا شغل كما قالها البير اينشتاين قال لك نو دوموندي با لا سوليسيون باغسكو كي جون كيير بروبليم ما تطلبش الحل الناس اللي ياسوا المشكله اصلا الاختيار الزوج ولا اختيار الزوجه احنا نقولوا مكتوب صح مكتوب اللي عنده شروط اصلا شروط من هاد صفه الاستخراج بخي يقول ربي عساكم تكرهون شيء وخير لكم وعساكم تحبون شيء وان شاء الله لكم هذه الله ادرى الله اعلم دونك باش نقول لك سيدتي من احنا نمدوا في الحدود والناس اللي عايشه اي ادرى علينا احنا يعني نهضروا بصفه عامه ونهضروا على واقع اجتماعي ربما عايشين احنا واقع مالي للاسف
العلاقات الزوجية اللي كثير بنا من الزوجات أو حتى الأزواج اللي يوصوا بروح لهذه العلاقة فقط لأن هناك أبناء ولكن شوفي ماهد وزيد انطرقت لك القصة اللي كنت حضرت فيها أنا قدام دعوتي ربي كتبها يعني ربي يعني برحمته تحط في بلاصة وين الإنسان حضر بنت كبيرة قال ما يدوك هو واحد وبابا سيت أنا طبت مدينة عناب باحترام تكيمه أنا أطاكيته هاو ربي وتشوف السخرة زواج الاستخارة فلا ربما ربي يسخر لك الحل وانت لا تدري هو لا تشعر به بسيط جدا صوت ما طاحت في الجروب تاعي وشفت المقطع صح يخبي ربي يسهل ان شاء الله اتصلت بيا عبر ماسنجر اول حاجه قلت لها تحليل الصحه وقلت لها شوفي النصيحه اللي قلتها لازم تشوفي لها ديفيرونس افضل مسؤوله في المهنه ديالك ولازم ما نفهمش وضع اخذت النصائح وانا كربي لوبجيكتيف سي بون علاش تروح على المحطات البطاله اللي تديري سي بون Thank you.
بسبب التقصير في أداء المهام المنوطة بهما والإخلال بواجب التحفظ. تنظم ولاية عنابة بالتنسيق مع المندوبية المحلية لوسيط الجمهورية هذا الثلاثاء يوما تكوينيا حول التطبيق الإلكتروني الخاص بسجلات الشكاوى ومتابعة المراسلات بين القطاعات الوزارية في الشأن التضامني. تطلع جمعية البركة الجزائرية للعمل الخيري والإنساني بعمل تضامني تطوعي واسع بقطاع غزة دعما وإغاثة للشعب الفلسطيني، فبمراكزها الأربع بالقطاع تأوي نحو 10,000 نازح بسبب العدوان الصهيوني الغاشم. تحيي الجزائر هذا الثلاثاء 14 من نوفمبر اليوم العالمي للوقاية من داء السكري بالتأكيد على أهمية الكشف المبكر للوقاية من المرض والتحسيس بأساليب التعايش مع السكري. وفي الرياضة تلعب هذا المساء لقاءات الدور التمهيدي الأول لكأس الجزائر بمشاركة 5 أندية عنابية بينها اتحاد سيدي عمار الذي يواجه بجالما فريق وثاق سوغهراس ويطمح إلى الفوز والتأهل إلى الدور المقبل من منافسة الكأس. ولحساب نفس الدور اتحاد بوخضرا يواجه نجم العدلة بملعب الونزا، جيل سيدي سالم يواجه بملعب بن هيدي نجم البسباس، اتحاد الحجار بملعب بوزرات حسين يواجه اتحاد هوسا، وأسرة سريع بونا يواجه ترجي جالما بملعب يوسف بن عدنان. إعلاناتكم على أمواج الإذاعة الجزائرية بجميع قنواتها الوطنية الموضوعاتية الدولية وشبكة الإذاعات المحلية. الوكالة الإشهارية للإذاعة الجزائرية بأشكال إشهارية متنوعة، إعلانات، إشهارات، رعاية البرامج والإشهار الرقمي، معايير مهنية عالية الجودة لترقية المنتوجات، الأفكار والخدمات، سرعة وصول الإشهار للجماهير داخل وخارج الوطن عبر 55 قناة إذاعية، 3 قنوات وطنية موضوعاتية دولية وشبكة متكونة من 48 إذاعة محلية. تعليق الوصول الرقمي للإشهار عبر البث الحي على منصة الإذاعة الجماهيرية.
الخدمات الرقمية. زوروا موقع الوكالة الإشهارية للإذاعة الجزائرية راديو الجزائر 1DZ/2. هنا إذاعة الجزائر من عنابة. مجددا صفحة جديدة لمختلف المواضيع بخصوص الصحة العامة.
كل المواطنين للتفاعل والنقاش وسؤال الأطباء المختصين على المباشر عبر أثير إذاعة عنابة. تواصلوا معنا على الرقم الهاتفي المباشر 0-30-40-54-54 أو الرقم الثاني 0-30-40-54-89. وأكيد نتناول كل المواضيع اللي تطلبوها واللي تحبوا أنه نتناولوها على المباشر على أثير إذاعة عنابة. تحيات الزملاء على المباشر من إذاعة عنابة، الزميلة حكيمة على العودة الصوتية والزميلة فاطمة بخليفة في الإخراج. نرحب بالحكيمة جوابسي سميرة، الطبيبة المختصة في أمراض النساء والتوليد بعنابة. أهلا بك الحكيمة. أهلا بكم معنا بالحق صباح الخير للمستمعين الكرام، ان شاء الله نقدم سؤال من زمان. نعم. اكيد ان شاء الله نفيد كل المستمعين في المجال، اكيد امراض النساء والتوليد مجال ما يهمش فقط المراه لكن يهم الاسره بصفه عامه، لانه لما نتحدث عن مواضيع مثلا تاخر الانجاب او مواضيع تخص الهرمونات او اضطراباتها فهي مواضيع تهم الزوجين يعني الكوبل في البدايه والاسره بعد ذلك، لانه سعادة الأسرة هي أكيد من سعادة الزوجين والاستقرار بتاعهم أكيد مهم جدا، مع كي نستحب الكثير من الأطفال كل واحد واختياراته. ولو أنه مش نفس الظروف إن شاء الله كان هو تتكاتل ياسر، كان هو كل إنسان مقدور وكل إنسان مقدور باسكو لازم وكان الناس يعني يحاولوا أنهم يجيبوا يعني أولاد لكن ربي ما يسهلش. احنا نحكي في الموضوع هذا بالذات تأخر الحمل موضوع مهم جدا، التواصل معنا على المباشرة بين 54 54 89 زملاء استقبل اتصالات هاتفية زميلة حكيمة وفاطمة على المباشر. إذا حكيمة نبدأ تأخر الإنجاب موضوع يهم الصحة العمومية وهو سجيت على كونسلتاسيون ياسر يجيكم. يعني حقيقة بعد بسم الله الرحمن الرحيم، احنا يعني في المجال الفحص الطبي المختص في مجال النساء بغض النظر على التكليف والمبادئ وتتبع الحمل عندنا نواجهوا بزاف يعني تحديات في لو ديزير دو كونسيبسيون ديزير دو بروسيس. لازم نعرفوا باللي تاخر الانجاب عنده مده يعني محدده، اللي كيف سهل عليه مربي مش الشهر الاول يبدا العائله تعمل عليهم ضغوطات ولا الانسان يتمتع بالمود دو في جديد هذا للزوج يفهم مع زوجته. بعد السن سنه 12 شهر ولا بعد 18 شهر تم نورمالمون يكون فيه نوع من اللجوء الى الطبيب الفحص الطبي قال وعلاه ما سهلش ربي وعلاه فيه تاخر عندي في الانجاب. هنا في يعني حسب المجتمع نتاعنا نشوفوا الكوبل يبدا دو تخوا موا تبدا الزوجه تتقلق الزوج يتقلق والجمهور العائله الضغوطات يعني تتقلق اكثر من الزوجه العائله اللي تبدا تتقلق الوالده. العامل النفسي واللي عنده دور كبير. نعم. فيها باس الانسان يتقدم عند الطبيبه قال فحص روتيني دكتور نشوف ما عندي خلل ولا اذا كان هي ديجا عندها خلل نسائي ماذا بها مسبق ماذا بها من قبل ما تونجاج في مشروع الزواج تتصل تنظم الدوره الشهريه تاعها ولا عندنا في باسي او كاباركا للسيدات دوكا اكتوالمون يعني نشوف التطور تاعنا يكون لي فام لي مارياج ا بارتير دان اج دو 35 ان لا فيرتيليتي تبدا تنقص 35 تتعامل مع وحده 35 مش كيما وحده 20 ولا 35 دي ماذا بيها تتصل بالطبيب ما قبل ما تباشر النوفيل في هذه قال حاب نشوف هرموناتي نشوف واش لازم كاش ما كاين ادويه ممكن تساعد مش ادويه الادويه التنشيط تساعد هكا تسهل حتى ربي سبحانه يعني تصلح الحمل ما يكونش في اجهاضات ولا خاصه انه قاعدين نشوف في واحد التطورات اللي كثير باتور اندوكرينيه نشوفوا في الامراض اللي ما اضطرابات متعلقه بالغدد يعني بالغدد بالتلوث هذا البيئي العامل الستريس يعني بعض العراقيل ممكن عراقيل طفيفه مي نجم الغوطنطي على مباشرة على التكاتل على الانجاب. نعم الموضوع تاع الحمل المتاخر ليس متعلق فقط بالمراه باش نكونوا واضحين يعني مع المستمعات والمستمعين الاسره بصفه عامه، ماهوش فقط موضوع يخص المراه يعني الانثى
يخص كذلك الزوج. احنا اللي كيتقدم لكوبل يتقدم ماذا بينا الزوجه المراه والرجل يقدموا لا كونسلطاسيون كاين الفولونتي دو كوبل لا كونسلطاسيون. احنا بمحض يعني العادات تاعنا والتقاليد الزوجه هي اللي تقدم والطبيب يعني ما شاء الله يعني الاطباء كل النساء نجمو نطلبوا تحاليل مختصه بالزوج لازم نطلبوهم هذوما التحاليل تحاليل السائل المنوي اذا كان فيه خلل خفيف ينجم الطبيب النساء يعالجو اذا كان فيه يتطلب مساعده طبيب المسالك الدوليه ولا اختصاصات اخرى نجمو نوجهو الى الزوج هذا ساشون كو لانفيرتيليتي هذه لانفيرتيليتي 30% الزوجة هذه كي تنكريميني سي لا فام كي تنكريميني لو ماري لو كونجوان يسوفري موان دو 30% وكاين عوامل دون 20% قلت الي ايديوباتيك يقولوا ايديوباتيك نقولوا حنا تاع ربي يعني عوامل مجهوله الواحد ما عندها حلولها باذن الله. إذا نواصلوا على المباشر اتصالاتكم الهاتفية تكون على الرقمين الهاتفيين 0-30-40-54-54 أو 0-30-40-54-89 للتفاعل وطرح الأسئلة الحكيم عم نذكر جوبسي سميرة المختصة في أمراض النساء والتوليد. إذا قلنا عوامل كثيرة تتدخل يعني في احتمالات الإنجاب أو إمكانية الإنجاب وتعطيل الإنجاب كذلك من بينها تحدثنا عن محور مهم هو الغدد اضطرابات في الهرمونات الغدد ما هي الغدد كما نقولوا المسؤوله على وتكون سبب في تاخر الحمل. بون حنا كنقولوا غدد المراه معروفه بالمبيض المبيض عنده وظيفتين وظيفه الاباضه ووظيفه افراز الهرمونات هرمونات الانوثه والاباضه اذا كانت الاباضه مستويه يعني سيكل ريغولي السيده عندها دوره شهريه منتظمه وتعرف نام الاباضه تاعها حاليا نجمو شخص الاباضه بالفحص الطبي غير الكلينيك اللي بيسين يقول ما عرفت تفهم المريض عندها لي كورب دو تمبيراتور ولا تلجا للطبيب باش تشوف تشخيص بالليكوغرافي لو جور دوفيلاسيون ونحنا نوجهوهم قال لها يعني عمليه الاخصاب في الفتره هذيك. كي نهضروا على العوامل النسائيه عندنا العوامل الميكانيكيه والعوامل الهرمونيه. كي نهضروا على العوامل الهرمونيه قبل ما نبدوا الادويه كاين بعض التحاليل الهرمونات النسائيه عندها امينو هرمونال لوموندوميوم وكاباكا يعني حسب الساتيو تاع السيده اللي راهي الصبر في الدومين هذا يلفو الانسان يصبر لانه امور
سخط ربانيه سبحانه عز وجل. وحنا خذ وقتها لنا وسيله والانسان يسعى وتصبر تصبر عندك ثقه وترتاح نفسيا مع الطبيبه والراحه النفسيه مع الطبيب. فوالا اذا نذكر انه ذكرنا يعني حكينا العديد من الاعراض مثلا قلنا قنوات فالوب بالنسبه للمراه لرجل يديروهم، لكن بالنسبه للرجل يعني اكيد هناك معايير في السائل المنوي لازم تكون خاضعه علميا باش يكون هناك حمل. وش هي هذه المعايير يعني؟ معايير تاع السائل المنوي بون قبل ما يديروا عنده شروط. بون شروط اي طبيب يوجهه راح ينصح كيفيه الاداء تاعو. مخابر الحمد لله ذات كفاءه في التحاليل. المعايير عادي سبيرموغرام يكون نورمال، سل عدد الحيوانات المنويه، حركه الحيوانات المنويه، الحركه وحتى مم في التشوهات يعني اللي يسموه السبيرموسيتوغرام تشوف الشكل تاع الحيوانات المنويه. إذا كان جيد أو مشوه ولا نفسي التشوهات بكل تدخل في المنطقة إذا كنت نوع راني هاي مهمي من ترجال فصال ونسال عليه من سباني بنجالو بنجالو ما بيا غير خايف ما بيا غير خايف مشتاق يالو ما بيا غير خايف مشتاق يالو عليك نطرح سؤالي جاوبيني في الحين قولي لي يا غزالي علاش متفارقين الغلطة ماشي ديالي اجي نفهمو الاتنين راني صادق في قوالي حبك يا زاول العين راني صادق في قوالي بيك الغيرة يا الزين خليو الماضي تكلم تاريخ وذكريات هو اللي بيناتنا يعد يحكم يعرف كيف بدا نخليو الماضي تكلم تاريخ وذكريات هو اللي بيناتنا يحكم يعرف كيف بدات ويبين من هو الظالم ما معاش حيلات انا فيك عمري ما نسلم ما بدن اياد دعون الله العالي عليك نطرح سؤالي شوقي الحين قولي لي يا غزالي علاش متفارقين الغلطة ماشي ديالي هاتي انت ملتنين راني صدق في قوالي حبك يا زاول العين راني صدق في قوالي بيك الغيرة يا زين حبيتك بالصفة والنية وعملت لك همة وشان قلت أنا بالنسبة لي المخيرة في النسوان حبيتك بالصفة والنية وعملت لك همة وشان قلت أنا بالنسبة لي المخيرة في النسوان مهما كويتي شحال منك يا درتك الإحسان كيف تكوني بعيدة عليا يبحان ومد فلان صورتك راسخة في بالي عليك نطرح سؤالي شوقي الحين قولي لي يا غزالي علاش متفرقين
برنا ماشي ديالي هادي انت مرتني راني صدق فيك والي نحبك يا زاول العين راني صدق فيك والي بيك الغيره يا قلبي صافي معاك مشيت وفليت شبابي عليك في العهد بيخلص وفيت عمري كدبت عليك قلبي صافي معاك مشيت وفليت شبابي عليك في العهد بيخلص وفيت عمري كدبت عليك انت اللي في حياتي تمنيت تكوني لي الشريك على اليوم يا حبيبي شفيت وخليتني يا الغالي خليتني يا الغالي عليك نطرح سؤالي لو بغيت الحين قولي لي يا غزالي علاش متفارقين والله ماشي ديالي اجي انت مولتني راني صدق فيك والي نحبك يا زاول العين راني صدق فيك والي بيك الغيره يا زين ابدا ننساك يا غزالي ما دمت في الحياة نتمنى طلبي وفري وتزولي اللي عاد ابدا ننساك يا غزالي ما دمت في الحياة نتمنى طلبي وفري وتزولي اللي عاد نتبلي منامي بقد الغالي مشموم الخودات على سنة سيد الأرسالي زال عائلات قدرة الله العالي عليك نطرح سؤالي قولي لي يا غزالي علاش متفارقين غلطة ماشي ديالي أجي نفهمو الاثنين راني صدق فيك والي نحبك يا زاول العين راني صدق فيك والي بيد الغيرة يا زين مادام طلع عمر ما نسلم ولا ننسى اللي فات قلبي يعلم به العالم مول العظمات مادام طلع عمر ما نسلم ولا ننسى اللي فات قلبي يعلم به العالم مول العظمات سبحان الجليل الدايم سلك الوحلات يوفي لي قصدي وينعم على عباد الخيرات قول الموالي عليك نطرح سؤالي جاوبني الحين قولي لي يا غزالي علاش متفرقين الغلطة ماشي ديالي اجي نفهمو الاثنين راني صدق فيك والي نحبك يا زاول العين راني صدق فيك والي بيك الغيرة يا كنت روح ما لقيت له الجواب لكن اليوم يا زهو الروح عرفت السبب السؤال بقمت روح ما لقيت له الجواب لكن اليوم يا زهو الروح عرفت السبب نرسل أهلي ديروا الفتوح بحضور الأحباب طب فرحي والغيرة تروح ترجعي لي حلالي بعون الله العالي عليك نطرح سؤالي جاوبي الحين قولي لي يا غزالي علاش متفرقين غلطة ماشي ديالي اجي نفهمو الاثنين راني صدق بقوالي نحبك يا زاول العين
راني صدق والدي كل غيره يا زين راني صدق والدي كل غيره يا زين راني صدق والدي كل غيره يا زين موعود ليك في السعادة والخير واللي بغى قلبك يحضر إليك انتي ناوية ترميني في علاش الغدر ماشي حق عليك وعلاش ناوية ترميني في بير علاش الغدر وعلاش علاش الغدر وعلاش علاش الغدر ماشي حق عليك علاش الغدر وعلاش علاش الغدر وعلاش علاش الغدر ماشي حق عليك علاش بالغدر ماشي حق عليك بنيت ليك حيوتك بالساس حيوتك بالساس زوقت كيف راد الخاطر بالوان 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 الخاطر بالوان حتى المياه جرات بالخصاص جرات بالخصاص وعملت طيري غني بالحان 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 يغني بالحان بنيت ليك حيوتك بالساس حيوتك بالساس وزوقت في فراد الخاطر بالوان 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 الخاطر بالوان حتى المياه جات بالخصاص جات بالخصاص وعملت طيري غني بالحان 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 يغني بالحان الحب يا الغداراتي بيدي العين تنهدى ماشي خسارة فيك انتي معودة عليا بالتدمير هكذا الخير يتعود كيديك وعلاش يا النكرة العشرة والخير علاش دي الغدر وعلاش علاش الغدر وعلاش علاش الغدر ماشي حق عليك علاش الغدر وعلاش علاش الغدر وعلاش علاش الغدر ماشي حق عليك علاش الغدر ماشي حق عليك طفايعك حملتهم وسكت حملتهم وسكت حملت المعاني وزدت الحيلات 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 زدت الحيلات
انا نويت محبه ما حولت محبه ما حولت ما عملت فيك دولي ولا زلات 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 ولا زلات حتى تبايعك حملت مسكت حملت مسكت حملت المعاني زدت الحيلات الحيلات حيلات زدت الحيلات انا نويت محبة ما حولت محبة ما حولت ما عملت فيك دوني ولا زلات 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 ولا زلات لكن باين على وجهك التغيير الصدق والصفا عمرهم كانوا ليك موالفة تنكري العشرة والخير وتبدلي المحبة باللي يغويك وعلاش يا بنكرة العشرة والخير علاش دي الغدر وعلاش علاش دي الغدر وعلاش علاش دي الغدر ماشي حق عليك علاش دي الغدر وعلاش علاش دي الغدر وعلاش علاش دي الغدر ماشي حق عليك 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 الليلة لي حبيبي ديالي زنوة الليلة لي حبيبي ديالي زنوة الليلة لي الحبيبة ديالي داك السطح العالي مرصوص بالنيلة الليلة لي الحبيبة ديالي داك السطح العالي مرصوص بالنيلة واللي بغى حبيبو يجيبو بالحيلة هيلي هيلي حبيبي ديالي فينو مول النخوة سيدي حبيبي زاني مالو نساني هيلي هيلي حبيبي ديالي فينو الليلة لي هيلي هيلي حبيبي ديالي فينو يا سينيتي كيشان هابك بريتي المحبة بالخاطر وكنتي اللي بغيتي يا سينيتي كيشان هابك بريتي المحبة بالخاطر وكنتي اللي بغيتي مول شوا سيدي حبيبي زاني مالو لساني عيدي عيدي حبيبي ديالي فينو هو عيدي عيدي حبيبي ديالي فينو هو ولفي ولفي قولي متى نلقاك والملاقية بيني وبينك جات بعيد Thank you.
سرعتني شمس الضحى وانا انطر جاك كما يرجع الصايم يوم العيد الله يجمعنا في قريب الله يجمعنا في قريب ويوم سعيد. فنيت مليعت المحبة من قيطار سبغ نجانال تعالي يا مالو راني هاي المهميم ترجع الفخانة ونسال عليه من سباني بنجال ما بيا غير خايف أبيا غير خير مشتاق خيالو ما برالي بعد ما نويت وبريد جراحي طالو يا وحتى يهولوني نعود مصاهر الليالي جراح الحب والغرام والغيوان شاطنات بالي هدو غير شب زادوا للقلب هوان يوم شتون كيف رادوا قدر نعمل غني العالي سبقي وحدين صرفوني وفامي جالي أدروني يا لي ولاش تلوموني هكذا في حالي سيروا خلي وكل حال يصير على حال أدروني يا لي ولاش تلوموني
هكذا في حالي هكذا في حالي سير وخلي وكل حالي سير على لازم الصبر صبر يصبر العيس في الليالي في الليالي يتغرع ساكني وينتق من غير حوالو.